شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. صدق الله العلي العظيم. كان كلامنا فيما مضى حول منازل الآخرة، وقلنا إن المنزل الأول من هذه المنازل أو مقدمة هذه المنازل هو الاحتضار، وأن المنزل الثاني هو الموت، وأن المنزل الثالث هو عالم البرزخ. أما في هذا اليوم فنتحدث بإذن الله تعالى حول عالم له نحو من أنحاء الارتباط بعالم البرزخ، وهذا العالم هو عالم القبر. أولا وقبل كل شيء، يجب أن نتساءل ما هو معنى القبر. الشيء الذي يظهر من الروايات الواردة حول القبر أن هذه الكلمة تطلق في مصطلح الروايات على معنيين. المعنى الأول للقبر في مصطلح الروايات هو عبارة عن حفرة ذات أبعاد محدودة. هذا الإنسان الذي لا يقنع بشيء ولا يرضي طموحه شيء، ويعيش في حالة عطش دائم، هذا الإنسان يوضع في حفرة ذات أبعاد محدودة. هذه الحفرة
يمكن أن نفرض أن عمقها 40 سنتيمتر، هذا هو المآل الذي يؤول إليه الإنسان، هذا الإنسان الطموح. حفرة عمقها 40 سنتيمتر وعرضها 40 سنتيمتر وطولها 175 سنتيمتر. هسه افرضوا شوية أكثر من ذلك، 50 سنتيمتر عمقها، 80 سنتيمتر، يوضع كما وضع الفراعنة في مكان يشبه الغرفة، بالنتيجة مكان محدود. هذا مصيرنا جميعا. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول في نهج البلاغة: وحفرة لو زيد في فسحتها، كلما تزداد هذه الحفرة سعة، وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعتها يدا حافرها. لأن هؤلاء الحفارين عادة يحاولون أن يقتصروا على أقل الواجب، لا يحفروا أكثر. في كثير من البلاد يجعلون الأموات في طبقتين، طبقة وفوقها طبقة ثانية، فالحافر يريد أن يرتاح من هذه المهمة ولا يبذل جهد ولا تعب، فيحاول أن يختصر إلى أبعد حدود الاختصار. هكذا ربما يكون عادة. الآن وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعتها يدا حافرها، ثم ماذا؟ لضغطها الحجر والمدر وسد فرجها التراب المتراكم. الإنسان عندما يخلون في لحدة، هو هذا اللحدة المحدود، بعد ذلك يهيلون عليه التراب أو اللبن، يعني أحجار يضعونها، حتى منفذ واحد ما يخلون، حتى منفذ بهذا الحجم ما يخلون. وسد فرجها التراب المتراكم. هذه الحفرة التي يوضع فيها الإنسان، الإنسان يوضع ثم يهال عليه التراب، ثم تغلق فوهة هذه الحفرة بإحكام. طبعا هذا الشيء الذي قلناه إنما هو في أحسن الفروض. أحسن الفروض أن القبر الذي يوضع فيه الإنسان هو هذا. وفي بعض الأحيان القبر يكون عبارة عن بطن حوت يجوب في البحار. الإنسان إذا أكله الحوت في البحر، فأين يصبح قبره؟ قبره يكون بطن الحوت. ربما يكون القبر الذي يثوى فيه الإنسان عبارة عن أحشاء حيوان مفترس يأكل الإنسان في الصحاري، فقبر يكون بطن هذا الحيوان. ربما يكون القبر بئر يسقط فيها الإنسان، هذا وارد في الروايات. يأتي إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه ويقول: رجل وقع في بئر. لعل ظاهر الرواية أنه سؤال عن شيء واقع مو عن شيء افتراضي، وقع في البئر.
وما نتمكن نطلع فماذا نفعل؟ فقال الإمام صلوات الله عليه: أغلقوا فوهة تلك البئر، هناك يصير قبره. وربما يكون القبر عبارة عن خابية الأفراد، هذا في الفقه موجود، الأفراد اللي كانوا يسافرون، آبائنا أجدادنا في العهود القديمة كانوا يسافرون، أفراد كانوا يموتون في عرض البحر. من الناحية الفقهية إذا ميت مات في عرض البحر ما هو الحكم؟ الحكم أنه ننتظر اليابسة، نذهب إلى اليابسة إلى جزيرة وندفنه هناك. لكن في العهود القديمة ما كان يمكن هذا غالبا أو في كثير من الأحيان، لأنه إلى أن يصلوا إلى اليابسة يطول شهور طويلة، جثة هذا الميت تتحلل تتعفن. فشنو كانوا يسوون؟ هذا الحكم الفقهي، كانوا يأخذون خابية، الخابية يعني الجرة الكبيرة، فيضعون الميت في تلك الخابية ويغلقون فوهة تلك الخابية ويرمونه في البحر. فشنو قبر هذا الميت؟ هذه الخابية. هذه المسألة مذكورة في العروة الوثقى، إذا الإخوة يحبون يراجعوها. وإذا ماكو خابية ماكو جرة كبيرة كانوا يثقلون، يعني هذا الحكم الشرعي يجب أن يثقل الميت بشيء، بحجر بشيء ثقيل، ثم يرمونه في البحر حتى يروح لي جوه. فإذا القبر بمعناه الأول، المعنى الأول للقبر الذي ورد في الروايات عبارة عن مثوى الجسد. هذا المثوى يمكن أن يكون هذه الحفرة المحدودة، يمكن أن يكون بطن حوت، يمكن أن يكون أحشاء حيوان مفترس، يمكن أن يكون خابية ترمى في البحر، يمكن أن يكون بئر تحكم فوهتها بإحكام تغلق فوهتها، ويمكن أن يكون صحراء من الصحاري. بعض العرب أو غير العرب عندما الميت كان يموت كانوا يرمونه في الصحراء. هذه كلها مظاهر للمعنى الأول من معاني القبر. المعنى الأول للقبر هو مثوى الجسد. وكثير من الروايات الواردة في القبر تشير إلى هذا المعنى، معنى مثوى الجسد. هل هنالك معنى ثاني للقبر؟ الجواب نعم. المعنى الثاني للقبر كما يشير إليه العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه في البحار، ويقول إن كثيرا من الأخبار تشير إلى هذا المعنى الثاني، يعني مو كل مكان شفنا كلمة قبر في الروايات نظن أن المراد المعنى الأول وهو مثوى الجسد، لا، أكو هنالك معنى ثاني، وهذا المعنى الثاني هو مثوى الروح. القبر بالمعنى الأول مثوى الجسد، والقبر بالمعنى الثاني هو مثوى الروح، اللي إن شاء الله نتناوله هذا المعنى الثاني في المستقبل إن كان هنالك توفيق. هذا هو البحث الأول في معنى القبر. البحث الثاني أن هنالك مجموعة من العوارض، مجموعة من الحوادث تجري على الإنسان في القبر بالمعنى الأول وفي القبر بالمعنى الثاني. قلنا هنالك معنيان، هنالك بعض الأحداث
ترتبط بالقبر بالمعنى الأول، يعني ترتبط بمثوى الجسد. وهنالك مجموعة من العوارض ترتبط بالقبر بالمعنى الثاني، وهو مثوى الروح. من العوارض التي أشير إليها في الروايات، والإنسان دائما يجب أن يتذكر هذا العارض في خضم هذه الحياة التي تلهي الإنسان، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذا العارض الذي يعرض وأشير إليه في الروايات هو البلا. احنا شوية نتقدم خطوة إلى الوراء. الإنسان عندما يموت، الإنسان مو يعني الإنسان اللي يعيش في الصين أو في الهند، لا، يعني احنا، يعني كل واحد منا، يعني أنا المتكلم وأنت السامع، ماكو تعارف في هذه القضية. الله تعالى يخاطب نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله ويقول إنك ميت وإنهم ميتون. إذا كان واحد يخلد في هذه الدنيا لكان أحرى خلق الله بالخلود خاتم الأنبياء محمد. فعندما نقول هذه الأعراض، يعني مو أعراض فد إنسان غريب بعيد، لا، يعني إحنا أنا المتكلم وأنت السامع وجميع البشر. الإنسان عندما يموت تبدأ مجموعة من العوارض على هذا البدن. هذا البدن اللي الإنسان إيش قد يهتم فيه، يتأثر إذا أصابه عارض بسيط، فكيف إذا أصابه عارض مهم؟ هذا البدن اللي نصرف وقت طويل في تزيينه وتجميله وتنميته وتغذيته، بمجرد ما واحد يموت تبدأ مجموعة من العوارض. هسه إما لحظة الموت أو بعد فترة بسيطة من الموت. العارض الأول التلون، الدم ينحدر إلى مناطق معينة من البدن فتتلون تلك المناطق. إذا تشوفون ميت مثلا في منطقة الظهر تبدو بقعة زرقاء كبيرة على ظهر الميت، أو صغيرة في منطقة الظهر، واحد يشوف هذه الحالة في الأموات. وفي بعض المناطق الأخرى التلون الذي ينتج من انبعاث الدم وانحدار الدم إلى تلك المناطق، هذا العارض الأول. بعد عارض التلون، هذا تقريبا كما يقولون العلماء يبدأ بعد ساعتين من الموت. العارض الثاني بعد التلون هو عارض التيبس. التيبس يعني عضلات الإنسان، هاي العضلات اللي موجودة في بدننا تبدأ بالانقباض. الآن عضلاتنا فيها حالة من البسط فتنقبض. واحد عندما يراجع الفقه يشوف أكو مجموعة من الأحكام متعلقة بالميت، واحد منها أنه غمض عينه إذا الميت مات وكانت عينه مفتوحة، لأن ملك الموت ما أمهله، يقول يا ملك الموت أمهلني حتى أغمض عيني حتى المنظر لا يكون منظر قبيح، لأن الميت إذا عينه مفتوحة عادة يكون منظر مخيف. يقول أمهلني حتى أغمض عيني، يقول انتهت مدتك في هذه الدنيا، أكو أجل محدود لا يسمح حتى بتغميض العين. الروايات تقول والفقهاء يقولون، راجعوا العروة الوثقى الكتب الفقهية، أنه غمضوا عين الميت بعد الموت.
فم إذا مفتوح أطبقوا فمه، وأيضا شدوا فكيه، يعني أخذوا عصابة مثلا شدوا فكيه برأسه، لأن هذا فك ينفتح. إذا انفتح الفك وتركنا الميت فترة تتيبس هذه العضلات، بعدين من تمكن أن نغلق هذا الفك، فيبقى فم الميت مفتوح وعينه مفتوحة على أثر التيبس وانقباض العضلات الذي يحدث. فأطبقوا فمه وأغمضوا عينيه وشدوا فكيه ومدوا يديه إلى جنبيه، لأنه إذا كان في وضع آخر مثلا إيدها الشكل مفتوحة تبقى إيدها الشكل مفتوحة لأن تتيبس عضلاته، بعد ما يمكن أو يصعب أن تعيدوا عضلاته ويديه إلى مكانهم. ومدوا رجليه، هذه الأحكام كلها لعلها تتعلق بهذا العارض الثاني، وهو عارض التيبس الذي يحدث في عضلات الميت. العارض الثالث بعد العارض الأول اللي هو التلون، والعارض الثاني الذي هو التيبس، العارض الثالث التعفن. بعد فترة بسيطة الميت، كل ميت تبدأ فيه رائحة عجيبة لا تطاق. وفي الحديث المروي في الكافي عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أن الله امتن على عباده بثلاث، واحد منها ألقى الريح بعد الروح، ولولا ذلك ما دفن حميم حميما. الإنسان قلب ما يطي أنه يضع أعزائه تحت التراب، إذا ما كان هذا العارض كل واحد كان يحتفظ بأبوه بأمه بأعزائه في بيته كان يخليهم، ولكن من نعم الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذا العارض اللي بعد ساعات محدودة، بعد أي واحد ما يتمكن يطيق رائحة الميت، هو هذا اللي كان يقعد وياه وصديقه وحميمه ما يتمكن يجلس معه في غرفة واحدة. ثم بعد ذلك تبدأ الانتفاخ في البطن، بطن الميت ينتفخ، وجهه ينتفخ، مقلتاه تجحضان، يعني هذه العين هذه تبرز، وبدنه يصاب بحالة من الانتفاخ. هذا هو العارض، لسانه ينتفخ، هو هذا اللسان، إذا واحد يشوف لسان ميت لسانه يكون منتفخ، هذا العارض الثالث. العارض الرابع التفسخ، الميت بدنه يتفسخ يعني يتحلل، هو هذا البدن شوية شوية يتحلل، وهذه العملية ربما خلال شهر عملية التفسخ تصل إلى أبعاد كبيرة. النبي صلى الله عليه وآله في حديث عندما سأله أبو ذر من أزهد الناس، أزهد الناس من هو؟ قال النبي صلى الله عليه وآله من لم ينس المقابر والبلا، يعني واحد في هذه الحياة يتذكر ذلك المثوى الأخير، أنه يوم من الأيام يخلوه في مقبرة وهذا البدن كله ينتهي، واحد لا يصرف حياته لشيء فاني، يركض 70 عام 80 عام 90 عام يسوي حلال وحرام ومشتبه، ليش لهذا البدن؟ هذا البدن شنو نتيجته؟ الفناء، التفسخ، التحلل. يمكن بعد 30 عام 40 عام ليس فقط اللحم، حتى العظام كلها تتفتت. قال من يحيي العظام وهي رميم،
هذا العظم اللي هو العمود الفقري في هذا البدن جاء بعظم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، عظم من المقبرة ما أخذه، فأخذه وفتته بيديه هالشكل، العظم هالشكل يتفت. من لم ينس المقابر والبلا، هذا هو العارض الرابع الذي يبدأ بعد الموت ويتعمق في القبر. القبر بمعناه الأول، يعني مثوى البدن، وينتهي إلى انتهاء الميت تماما. بعد ماكو ميت، عندما نفتح القبر حتى نضع فيه ميتا آخر نشوف بعد ما إلى أثر، انتهى. البحث الثالث، هل الجميع ينطبق عليهم هذا القانون، قانون البلا، هذا العارض الذي يصيب الإنسان في قبره يعم الجميع؟ الجواب كلا. هنالك أفراد من أولياء الله سبحانه وتعالى لا يعرض عليهم هذا العارض، وهنالك قضايا كثيرة. الله اللي جعل هذا القانون، الله قادر على تغيير هذا القانون. القوانين إلنا مو لله سبحانه وتعالى، الله الذي جعل القانون يتمكن أن يغير هذا القانون. القضايا كثيرة في التاريخ. القضية الأولى قضية الحر والشاه إسماعيل الصفوي. إذا حبيت تفصيل هذه القضية مذكورة في تنقيح المقال للشيخ المامغاني رحمة الله عليه. القضية الثانية قضية الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، الذي كان قبل أكثر من 1000 سنة. إذا حبيت تفصيل هذه القضية منقولة في روضات الجنات. والشيخ الممغاني رحمة الله عليه في تنقيح المقال يقول: أنا رأيت من رأى الحادث بعينه، وهو السيد إبراهيم اللواساني. يقول هو كان في طهران عندما انهدم قبر الشيخ الصدوق، ورأى جثة الشيخ الصدوق بعد 1000 عام أو أكثر من 1000 عام، حوالي 1000 عام، جثة طرية. ويقول الشيخ الممغاني: أنا ما عندي أي شك في هذه القضية لأني رأيت من رآها بعينه. هذه القضية الثانية. القضية الثالثة قضية حذيفة ابن اليمان، حينما انكشف قبره على ضفاف دجلة في العراق. إذا حبيت تفصيل هذه القضية مذكورة في كتاب العلماء قدوة وأسوة للوالد حفظه الله. القضية الرابعة قضية النبي حيقوق قرب توسركان، بعد دفنه بأكثر من 2600 عام أو حوالي 2600 عام، عندما أرادوا أن يسرقوا جثة هذا النبي. القضية الخامسة قضية ابن الإمام الصادق في البقيع. القضية السادسة قضية رؤوس الشهداء في الشام. إذا حبيت معرفة تفصيل هذه القضايا الثلاث الأخيرة مذكورة في كتاب السيدة زينب للوالد حفظه الله. أما القضية السابعة فأذكر هذه القضية لأن مباشر هذه القضية الآن موجود، ومباشر هذه القضية أحد العلماء الكبار في مدينة قم، وهو السيد الكوكبي حفظه الله. أنا أنقل هذه القضية عنه بواسطة واحدة، وأظن
أو أحتمل أني سمعت منه هذه القضية بنفسي ولكن ما متيقن، أنقل هذه القضية عن السيد الكوكبي حفظه الله بواسطة واحدة الآن موجود في قم. يقول السيد الكوكبي أنه مات أبوه، قضية قبل أكثر من 40 سنة، وكان قد أوصى أن تنقل جثته من تبريز إلى النجف الأشرف حتى يكون في جوار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يقول ولكن ما تمكننا أن ننفذ هذه الوصية، فدفننا الميت في تابوت. هذا إن شاء الله نتعرض إلى فيما بعد، شنو معنى التابوت ولماذا يدفن الميت في تابوت. دفناه في تابوت حتى بعدين نتمكن أن ننقل إلى النجف. يقول مضت على ذلك فترة طويلة 4 سنوات، ثم الطريق انفتح، فإحنا الآن نريد أن ننفذ وصية والدنا أنه ينقل جثمانه. فذهبنا وأخذنا ترخيص، كتبوا أنه هذه جنازته، جثمان لرجل توفي قبل 4 سنوات، يعني ماكو شيء في هذا التابوت، حتى في الحدود لا يسببون مشكلة، فكتبوا في إيران. ثم بعد ذلك أخذنا هذه الجنازة وأتينا بها عبر الحدود، وصلنا إلى الحدود، المفتشين شافوا هذه الوثيقة أن هذه جنازة لجثمان رجل ميت قبل 4 سنوات. يقول ما اقتنعوا بهذه الوثيقة، لعله شاك أنه لا يكون شيء أكو في هذه الجنازة، فأصر على أن يفتح هذه الجنازة. يقول عندما فتح هذه الجنازة لأول مرة بعد 4 سنوات وجد هو ووجدت أنا، يعني ابنه، ووجد الذين كانوا معنا جثمان الوالد السيد علي أصغر الكوكبي، وكأنه مات الآن. 4 سنوات مضى على موت ولكن كأنه الآن ميت. في أحوال بعض هؤلاء حتى الحناء، الشيخ الصدوق كاتبين في أحوال، حتى الحناء اللي كان على أظافره، لأن الحناء من الأمور المستحبة، كان باقيا بعد 1000 سنة. يقول كأنه الآن مات بدون أي أثر للموت. يقول فهذا المفتش قال هذا ما ينطبق مع هذه الوثيقة، هذا ميت قبل 4 سنوات، هذا تو ميت. على كل حال يقول أصرينا وحاولنا محاولات كثيرة، وبالنتيجة تمكننا أن ننقل الجثمان إلى النجف الأشرف. فهذا البلا لا يعم الجميع، وإنما أولياء الله سبحانه وتعالى مستثنون من ذلك. نختم حديثنا ببحث عملي حول المقابر، وهذا البحث هو زيارة المقابر. زيارة المقابر فيها آثار كثيرة. الأثر الأول من هذه الآثار السلوة،
الميت يتسلى بذلك، يفرح بذلك. هذا في الأحاديث موجود أنه يأنس الأنس، الميت يأنس. فإذا ذهب أهله والذين زاروه تعروه حالة من الانقباض والوحشة، كأنه هذه الحالة اللي كانت في الدنيا بعدها موجودة. فالأثر الأول من آثار زيارة المقابر الأنس، يعني أنس الأموات. الأثر الثاني السلوى. واحد إحنا ولا يخلو واحد منا من مشاكل في هذه الحياة، الإنسان المشاكل تضغط عليه تعتصره، أحيانا واحد يشعر بأن قلبه دا يتوقف على أثر المشاكل. ولكن عندما يروح إلى المقبرة ويشوف أن هذا هو المصير، نهاية المسير هو هذا المصير، يتسلى يخف ما به. هذا الأثر الثاني. الأثر الثالث استجابة الدعاء. هذا في الروايات موجود عند قبر الوالدين، الإنسان يذهب إلى قبر والديه ويدعو عند قبرهما، هذا مؤثر في استجابة دعائه. هذا الأثر الثالث. الأثر الرابع الذي ورد في حديث عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وهو التذكر. قال إنهم يكفون السيئة ويذكرون الآخرة. واحد يتذكر الآخرة يخرج من هذه الحالة، حالة الانجراف مع التيار. واحد دا يمشي ما يدري شنو دا يسوي إلى وين دا يروح، ولكن عندما يروح في المقابر يتذكر. الإمام الكاظم صلوات الله عليه رأى ميت يوضع في قبره فقال إن شيئا، حقيقة كلمة عجيبة، إن شيئا هذا آخره لحقيق بأن يزهد في أوله. هذه الدنيا بأموالها وعظمتها وجاهها وين تنتهي؟ عند هذا المكان. إن هذا شيء آخره لحقيق أن يزهد في أوله. كل يروح حاكم يملك الكرة الأرضية ويهدد العالم، بعدين يأخذوه ويخلوه في هذا المكان، انتهى كل شيء كأنه ما كان. وإن شيئا هذا أوله لحقيق بأن يخاف من آخره. هذا عالم الآخرة اللي هذا أوله، هاي عوارضه، فآخره شنو؟ حقيقة واحد يجب أن يخاف من ذلك. وهنالك بركات كثيرة في زيارة المقابر. أصلا الانقلاع من هذه الدنيا، إحنا مغمورين في هذه الدنيا. الإنسان يقلع نفسه. شلون يقلع نفسه؟ يروح إلى مشهد. الإنسان عندما يروح إلى مشهد في حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه يشعر بأنه ارتفع من هذه الدنيا. مثل شوفون أطفال واقفين يتنازعون على فد شيء تافه، اصلا تتعجبون انه شنو على شنو دا يتنازعون هؤلاء. الانسان اذا ارتفعت روحه يشوف الناس نزاع وخصام وركض على شنو، واحد يتعجب انه على شنو دا يتعاركون هؤلاء، في شنو دا يفكرون. الذهاب الى الامام الرضا يرفع الانسان عن هذه الدنيا، بالذات في شهر رجب، وثوابه اكثر من ثواب العمره. هذا في الروايات راجع البحار. زيارة الإمام الرضا تعدل عند الله ثواب 1000 حجة و1000 عمرة، والإمام الرضا وآباؤه يكونون شفعاء له يوم القيامة. هنيئا لمن تمكن أن ينال هذا التوفيق.
واحد يروح إلى الإمام الرضا، واحد يروح إلى المدينة، واحد يروح إلى مكة. هذه الأشياء التي ترتبط بالآخرة هذه فيها بركات كثيرة وآثار كثيرة، ومنها أيضا مما يرتبط بالآخرة المقابر. واحد يشعر بحالة ثانية، تنفتح أمامه أبواب وآفاق. أذكر قضية وأختم بها الحديث. كان هنالك عالم في النجف الأشرف، القاضي الطباطبائي. ما كان قاضي، لا، لقب القاضي الطباطبائي، المرزا علي القاضي الطباطبائي، معروف هذا الرجل. هذا كثيرا ما كان يذهب إلى وادي السلام في النجف الأشرف. كان عنده تلاميذ كثيرون كانوا يجون وياه، فهو يقعد ويزور ويتأمل ويفكر. تلاميذه كانوا يتعبون فكانوا يتركوا ويرجعون. كان عنده تلميذ معروف في الحوزات العلمية، الشيخ محمد تقي الآملي، معروف هذا. أحيانا كان يروح وياه أيضا للمقابر لوادي السلام، فيشوف هذا القاضي أطال المكث في المقبرة، فهو كان يرجع وكان يقول في قلبه، ما كان يظهر هذا المطلب، يقول أنه واحد يروح المقبرة يقرأ لهم حمد وقل هو الله ويرجع بعد، أما واحد يقعد وكذا شنو أثر هذا ليش؟ ولكن يقول هذا الخاطر اللي كان في ذهني لم أقله لأحد، لا أي واحد، لا هو للقاضي ولا لواحد من زملائي. يقول مرة من المرات فكرت أن أذهب إلى إيران من النجف، فكنت أفكر أنه جيد أذهب إلى إيران أو مو جيد، كنت متردد في ذلك، ولم أنقل هذا الخاطر لأحد، فكر كان عندي. في ليلة من الليالي جئت إلى غرفتي وأردت أن أنام، فمديت رجلي وأردت أن أنام، فشفت فوق في الرف أكو مجموعة من الكتب الدينية تحت قدمي. فكرت هذا هاتك لحرمة هذه الكتب الدينية أو مو هاتك، كنت متردد إذا هاتك حتى أنام إلى جهة ثانية، إذا مو هاتك ما يخالف. بعدين فكرت أنه لا، هذا مو هاتك، لأن الكتب الدينية مو في مستوى رجلي وإنما فوق مستوى رجلي، فما يخالف. حقيقة الإنسان جدا يجب أن يهتم بالمقدسات الدينية. الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه ما كان يتقدم على سيد في مكان، كان يقول هذا واحد من ذرية رسول الله، إكراما لرسول الله ما كان يتقدم على واحد. حتى نقل لي بعض الأصدقاء في يوم من الأيام كان سيد عمره 4 سنوات، فأراد أن يدخل في مجلس هو والشيخ عبد الزهرة. الشيخ عبد الزهرة قال له تفضل، يعني أنت تقدم علي، طفل 4 سنوات. فالطفل ما يفهم هذه الأشياء، فوقف متحير يباوع الشيخ عبد الزهرة، يعني شنو؟ كان ينتظر الشيخ عبد الزهرة يروح بعدين هو يروح، الشيخ عبد الزهرة يقول له تفضل. ونقل لي بعض الإخوة أنه رأيته ذات مرة انحنى وقبل يد طفل من ذرية رسول الله إكراما لرسول الله. فالشيخ محمد تقي الآملي يقول فكرت هذا هاتك لو مو هاتك، قلت لا، لأن الكتب أعلى من مستوى رجلي، هذا مو هاتك ما في إشكال. فمددت رجلي ونومت. يقول بكرة ذهبت إلى القاضي الطباطبائي وسلمت عليه
فرد علي السلام وقال لي: أيها الشيخ، ذهابك إلى إيران ليس فيه مصلحة. الإخبار عن الفكر، عن الضمير: أيها الشيخ، ذهابك إلى إيران ليس فيه مصلحة. ومد الرجل باتجاه الكتب الدينية هتك لحرمتها، فلا تعاود هذا العمل. يقول: أنا انبهرت، أخبر عن شيئين غيبيين ما كان واحد يعرفهم. فقلت له: مولانا، كيف اطلعت على ذلك وكيف فهمت ذلك؟ فقال: من وادي السلام فهمت ذلك. هاي آثار وادي السلام. هذا الإخبار الغيبي الثالث. في لحظات معدودة أخبره بثلاثة إخبارات غيبية. هذه بركات وادي السلام. الإنسان ما دام عنده وقت، عنده عافية، عنده صحة، عنده وقت، شوية ينقلع عن هذا العالم، يروح إلى المقابر، يذهب إلى حرم الإمام الرضا، يذهب إلى المدينة المنورة، يذهب إلى مكة المكرمة، يحاول شوية يخرج نفسه عن هاي الأجواء المادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيران، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.